للقاهرة والرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع سيادته في المطار الآن، كما تتابعون هذه المشاهد على الهواء مباشرة بعد زيارة حافلة استغرقت 5 أيام وتم الترحيب الشديد فيها على المستوى الرسمي والشعبي بجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق له، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقات في التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية ومجالات مشروعات عديدة مختلفة ومنها جسر الملك سلمان. والحقيقة فقد استقبل الملك سلمان استقبالا حافلا من مختلف طوائف الشعب المصري، بما يكنه الشعب المصري لجلالته شخصيا ولشعب المملكة وللمملكة العربية السعودية. تتابعون الرئيس عبد الفتاح السيسي يصاحب جلالة الملك سلمان الآن في مطار القاهرة، حيث يودع جلالته بعد هذه الزيارة. كانت جامعة القاهرة قد أقامت قبل قليل احتفالية كبيرة تم خلالها منح جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الدكتوراه الفخرية وتكريمه أيضا في خلال هذه الاحتفالية. وهو الآن جلالة الملك سلمان يصافح كبار مودعيه في مطار القاهرة قبل عودته إلى المملكة العربية السعودية، وعلى رأس كبار مودعيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. طائرة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية تقف في مطار القاهرة انتظارا لمغادرته. السيد سامح شكري وزير الخارجية والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع يودع جلالة الملك في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مطار القاهرة، حيث من المقرر بعد قليل بعد لحظات أن تقله الطائرة على جناح الطائر الميمون متوجهة إلى المملكة العربية السعودية. كلام ودي وأخوي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز قبل سلم الطائرة في نهاية هذه الزيارة الحافلة والتي والسعيدة. التي رآها المراقبون أنها قدمت نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب والدول العربية الشقيقة. جلالة الملك سلمان يلوح بيديه لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار
مودعيه في مطار القاهرة، وها هو الآن قد دخل إلى داخل الطائرة لكي تقلع بعد قليل على جناح الطائر الميمون عائدة إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، بعد هذه الزيارة الهامة والتاريخية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تم خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات، والتي ظهرت جليا خلال هذه الزيارة التي استغرقت 5 أيام، واستقبل فيها جلالة الملك استقبالا طيبا من مختلف فئات الشعب المصري، من شيخ الأزهر ومن البابا تواضروس ومن مختلف الفئات التي قابلت جلالته. هكذا نعود من مطار القاهرة بعد أن تم توديع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث كان على رأس مودعيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد سامح شكري وزير الخارجية، وأيضا الفريق أول صدق الصبحي وآخرين قاموا بتوديع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز في مطار القاهرة كي تعود طائرته بعد لحظات على جناح الطائر الميمون إلى الرياض في المملكة العربية السعودية. وفاصل قصير ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. مرحبا بحضراتكم إلى موجز الأنباء. نظمت جامعة القاهرة اليوم احتفالية كبرى تكريما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تم خلال الاحتفالية منح الملك سلمان الدكتوراه الفخرية. حضر الاحتفال عدد من الوزراء ورموز الدولة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السعوديين. في كلمته بهذه المناسبة عبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص شكره وتقديره لمنحه درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستواصل دعم جامعة القاهرة لتقديم دورها العلمي في محيطها العربي. التقى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع السفير محمد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله. في بداية اللقاء قدم رئيس الوزراء الشكر لسفير الإمارات على المجهودات التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية، والتي أسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة الاقتصادية. وصرح السفير حسام القويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن سفير دولة الإمارات أكد حرص بلاده على زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة القادمة. تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الحكم في قضية اتهام وزير الزراعة السابق صلاح هلال وثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة. يواجه هؤلاء الأشخاص تهما بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي بشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر، حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام خلال الفترة من شهر أبريل وحتى سبتمبر من العام الماضي. بدأ التصويت في الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات في غرب السودان وسط مقاطعة من المعارضة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار. ويتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الاستفتاء الذي يستمر 3 أيام ما إذا كانوا يبقون على الهيكلية الحالية لدارفور المؤلف من 5 ولايات أو توحيده في إقليم واحد. وتبلغ مساحة دارفور 500,000 كيلو متر مربع، وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس.